الله يسعدك يا اخواتي ومتابعين قناتي عالم العملات الرقميه. اهلا وسهلا فيكم شباب. انا قناتي مهتمه بالاخبار والعملات الرقميه والاسواق الماليه العالميه. صديقي اذا كنت بتفضل اهم الصفقات الناجحه انضم لي على الرابط اللي باسفل الفيديو. صديقي قناتنا نحن مهتمه بالصفقات الكريبتو وصفقات الفوركس. بتمنى منك تلقي نظره على قناه التليجرام لحتى تشوف ارباحي بنفسك، ما تضيع على نفسك الفرصه وتنضم لي على الرابط اللي باسفل الفيديو. وهذا شباب قناتي بالمحتوى. البيتكوين ومستويات حساسة جدا شباب. اذا بنتوجه لشرط البيتكوين بنشوف عند منطقة جدا مهمة مع نهايات عطلة الاسبوع وساعات بتفصلنا على اغلاق الشهري. وطبعا اصدقائي بالسابق تكلمنا عن اهمية مناطق 27 و500 الف، وطبعا تم الرفض من هاي المنطقة وحاليا عند مستويات 27 ألف. اتكلمنا في عنا فجوة سعرية بمناطق 26 و800، وبالغالب البيتكوين بيتجه لأغلاق الفجوات السعرية. المهم صديقي تراقب مناطق 27 ألف، لازم اليوم ما نسجل أغلاق أسفل هاي المنطقة. أما على فريم الأسبوع صديقي لازم نحافظ على مناطق 25 ألف إلى 24. صديقي راقب زيارة البيتكوين إلى مناطق 26 ألف و500. كيف راح يتعامل البيتكوين مع المنطقة؟ هل راح يتم الارتداد منها بقوة ونشوف صعود؟ طبعا أنا عمال براقب هاي المنطقة. صديقي فعل أوردر الشراء على هاي المنطقة. اليوم صديقي في تصويت على صفقة سقف الدين، فلذلك في صعود كبير بالدولار، وبالمقابل كل الأصول المالية منشوفها انخفاض بأمام الدولار. أما أسباب الانخفاض وخسارتنا إلى مناطق 27 و500، وزارة الخزانة الأمريكية ستدفع الديون الى اصدار سندات الخزانة وستسحب الدولار الامريكي. هاي شكلت حركة خوف بالاسواق، لذلك شباب شفنا انخفاض بعملة البيتكوين. واذا كنت وصلت معي لهالنقطة الف تحية وشكر لصديقي. لا تنسى تدعمني بالاشتراك وتفعل زر الجرس لحتى يصلك اخر التحديثات.